السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة جاية اعمل معاكم فكرتين من البرطمانات الزجاج، برطمانات الصلصة او المربى او اي برطمانات زجاج فارغة عندك. هنعمل لها اعادة تدوير. انا هنا معايا 2 برطمان. اول فكرة هعملها معاكم هتكون بورق الفوم. هستعمل النهاردة اللون الأبيض، أنا حابة أشتغل بيه النهاردة. معايا فوم أبيض جليتر ومعايا الشمع. هاخد كده مقاس البرطمان، هقص الزيادة وهاخد المقاس مظبوط للبرطمان. انا كده قصيت طول البرطمان مظبوط، هشوف بس العرض بتاعه عشان اشيل اقص الزوايد منه. هسوي الفوم، وهنا انا مسيح الشمع معايا. هبدأ الف الفوم على البرطمان. خلاص كده انا غلفت البرطمان بورق الفوم. هبدأ بقى ازين البرطمان. طبعا يعني متاح تعملي اي زينة انت حباها او اي زينة متاحة عندك اشتغلي بيها. انا معايا الورد ده، كنت عاملاه معاكم في فيديو قبل كده، عملت كام شكل من الورد، كان موجودين عندي من يوم ما عملتهم. انا حابة اشتغل باللون الروز مع الابيض. اللي عاوز يعرف طريقة الورد او ما شافهاش قبل كده في الفيديو، انا هسيب رابط الفيديو في صندوق الوصف. هلزق كده 3 وردات على البرطمان. لزقتهم بالشكل ده، بس انا حابه اكسر اللون او ابين شكل الورد اكتر. هجيب قطعه من الفوم الاخضر، هعمل عليهم، هرسم عليهم ورقه شجر. هعمل 3 ورقات كده عشان اوزعهم حوالي 3 وردات. ارسمها بشكل عشوائي كده، هرسم 3 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سواء انا اوريكم شكله بعد ما ارسمهم. هقصهم وبعدين اوريكم شكلهم عامل ازاي. خلاص كده يا بنات، انا قصيت ال3 ورقات شجر. هبدأ اوزعهم كده حوالي الورد اللي انا لزقته على البرطمان.
درجة الأخضر دي شكلها حلو قوي، وحاسة ان هي كسرت اللون معايا كده وادت شكل أجمل للورد. كفاية التلاتة دول، ولو حابة تزودي برضو براحتك، أنا بس مش حابة يكون في شغل كتير هنا. بقى لو عندك استراتس ممكن تزيني بيه البرطمان او شريط ساتان، اي لون انت حابة تشتغلي بيه. انا عندي جزء من شريط الدانتيل ده كنت اشتغلت بيه في فيديو المقلمة، هاخد جزء منه وهبدأ ألفه على البرطمان كده من نهايته من تحت، وهخلي رسمة الدانتيل لفوق زي ما انتوا شايفين كده. هقص بس زيادة هنا. معايا فصوص انصاص لولي، معايا اللون الابيض ومعايا اللون الروز، هطلعه بس افصله عن الابيض. معايا الدرجة دي قريبة قريبة كده لدرجة الفوشيا او الدرجة الغامقة من الروز. هاخد كده كام فص واوزعهم على شريط الدانتيل. ده شكلهم اهو، هوزعهم كده يا بنات على الدوائر اللي موجودة عندي في الدانتيل. على كل دايرة كده هحط فص من فصوص اللون. الفصوص دي هتبين شكل الدانتيل اكتر، وكمان هتمشي مع لون الورد، هتدي شكل جميل. طبعا انتي تستخدمي اللون اللي انتي حباه، يعني ما تربطيش نفسك بلون معين. انا بس عشان استعملت اللون الابيض دخلت معاه الروز، ودول اللي كانوا متوفرين عندي. اي حاجة موجودة عندك اشتغلي بيها. وعلى فكرة ممكن بدل الفوم ده تستعملي اي قماش قديم عندك برضو تستعمليه، بيكون شكله جميل جدا. كده خلاص وزعت فصوص اللولي على الدانتيل، وبقى ده شكله معايا. هبدأ بقى زين البرطمان التاني. انا معايا جزء من قماش الخيش او قماش صوف، اخدت جزء كده مقاس البرطمان، وهبدأ هبدأ ألفه على البرطمان. هظبط بس الشمع وهثبته. هجيب خيوط من الصوف وهبدأ ألفها كده على البرطمان من فوق. أول مرة أشتغل بالخيش ده، بس بجد شكله جميل على البرطمان، وان شاء الله مش هتكون اخر مرة نشتغل بيه. هعمل معاكم فيديوهات تانية كتير من قماش الخيش ده، هنعمل افكار كتيرة منه. هلف كمان شريط او شريطين كده خيط او
او اكتر على الطرف من فوق، بحس ان انا داري كل الفراغات اللي باينه في بدايه البرطمان. بعتذر على الأصوات الخارجية، هلف كمان شريط معايا، كمان سوري خيط كده. أنا داريت كل الفراغات اللي موجودة معايا في البرطمان. هجيب خيطين برضو أو ثلاثة كده مع بعض من الصوف، وهلفهم كده على ايدي على شكل فيونكة، هربطهم من النص واعملهم بشكل فيونكة. هظبط بس الطرفين، وهربط الخيطين دول كده عشان اثبت شكل الفيونكة، اثبتها من النص. قبل ما الزق هقص بس الزوايد عشان ما يكونش حجمها اطول من البرطمان. هلزقها كده على خيوط الصوف اللي انا لفيتها على البرطمان من فوق، هساوي الاطراف بتاعت الصوف من تحت. بقى معايا شكل الفيونكة كده، شكلها رايق جدا وبينت شكل البرطمان. هجيب فص لولي وهحطه في نص الفيونكة، هستعمل كده فص لونه ابيض عشان يفتح شكلها شوية. مش هشتغل بستراتس ولا فصوص تانية على البرطمان، انا حابة شكله كده، حاسة شكله رايق كده. كده خلاص كان معايا الفكرتين دول النهاردة. قولولي بقى في التعليقات ممكن استخدمهم في ايه. انا عندي هنا وردتين، كنت عاملة ورود من ورق اللوحات، هستعملهم كده في البرطمان ده، وهنا هحط الاقلام. ولو في عندكم افكار تانية قولولي. اتمنى الفيديو يعجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.